الكوفية والعلم دول لازم يكونوا معايا في أي ماتش للأهلي عشان بتفائل بيهم. برغم الإرهاق والماتشات اللي ورا بعض، كان لازم الأهلي يكسب البطولة دي. فاضل نص ساعة على الماتش. اللعيبة دخلت تسخن وجمهور النادي الأهلي نده على لعيب باسمه. في الشوط الأول سجل كهربا أول جون وعمل أسيست التاني لحسين الشحات، بس في الشوط التاني فيوتشر اتعادلوا والماتش اتعقرب، وفي الإكسترا تايم صالح مودست جمهور الأهلي بالهدف التالت، وبعدها سجل كريم فؤاد الهدف الرابع عشان يفوز النادي الأهلي بكاس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه. نزلت الملعب عشان أغطي احتفالات البطولة واحتفالات اللعيبة مع الجمهور. بعد استلام الكاس كل اللعيبة راحوا احتفلوا مع جمهور الدرجة التالتة، ومارسيل كولر كان ليه نصيب الأسد من تحية الجمهور. كمان عملت لقاءات مع أبطال السوبر حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو. تقدروا تشوفوا كل اللقاءات على 90 بلس كورة. مبروك للنادي الأهلي وعقبال كل بطولة.